قال ربنا عز وجل لا يطلع على غيبه أحدا. من القواعد الأصولية والقواعد التفسيرية أن النكرة في سياق جملة النفي تدل على العموم، لا يطلع على غيبه أحدا، يعني ما أحد يطلع على الغيب أبدا، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي ولا شيخ ولا إلى آخره، إلا استثناء متصل، إلا من ارتضى من رسول، يعني فقط الرسول هو الذي يطلعه الله على الغيب إن أراد الله إيش ذلك. قل إنما أنذركم بالوحي، لكن ما أجي ولي يقول لك أنا أعلم الغيب وأخبر عن المغيبات، نقول له كذبت، أنت شغال مع الدجاجرة والمشعوذين وإلى مثل هذا، لكن حسب الآية إنه ما يطلع على الغيب إلا من إلا الرسول إذا أراد الله ذلك. ولذلك لما جاء هذا الرجل من قريش واسمه وهب وقد اتفق مع صفوان، قال له روح اقتلنا النبي ده وريحنا منه عليه الصلاة والسلام، قال إن علي دين وإن لي أبناء، قال له دينك عندي وأبنائك أبنائي، فقام وذهب إلى المدينة وجاء يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أخبرني في ظل الكعبة ماذا كنت تقول أنت وصفوان؟ فارتعد الرجل، قال والله ما كان معنا أحد ولا أرى أن يخبرك بذلك إلا إلهك. هذه ما تيجي من أمامه، كان معنا أحد أصلا، هذا كان اجتماع أوفر سيكريت سري جدا جدا لأذيتك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأسلم الرجل. مثال ذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى اليهود عليهم من الله اللعائن إلى يوم القيامة، يريد أن يأخذ منهم الدية في قتيل قتل وهم حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهم للآخر اصعد فوق إيش فوق الحصن والقي بالرحى، فرصة جاتنا ما حتتعوض، خلينا نخلص منه عليه الصلاة والسلام. فقام سريعا عليه الصلاة والسلام وقال إن جبريل لا يطلع على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. جبريل جاء وأخبرني كذا ثم رجع إليهم وأجلاهم عن بكرة أبيهم صلى الله عليه وسلم. بينما من حديث عائشة عند البخاري في كتاب التيمم وفي كتاب التفسير باب قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الآية أن عائشة فقدت عقدا لها أخذته من أسماء وهم ليسوا على ماء ولا عندهم ماء، يعني ماء يكفي لحاجتهم الضرورية واغتسالهم إلى غير ذلك، والنبي حبس القوم 1500 صحابي وهم قافلون من غزاة، وأرسل أسيد بن الحضير ومعه آخران ليبحث عن إيش عن العقد، وحان وقت الفجر فأتى الناس لأبي بكر وقالوا أرأيت ما فعلت عائشة يا أبا بكر؟ قال فأتى فلهدني، ضربني هنا، فأوجعتني وما تحركت لمكان رسول الله. النبي كان نائم على حجرة، وهذا فيه باب تأديب الرجل ابنته في حضرة زوجها عليه الصلاة والسلام. مش أنا أجيب لك سيدسيدو أطلقك منه أجيب لك سيدسيدو. سيدسيدو مين؟ حد فاضي النهاردة جزاك الله خير. سيدسيدو ست اشتغلنا في الأفلام الهندية، خربوا البيوت وضيعوا الأسر جزاك الله خير، بدل ما يقول لها اصبري إنه رجل صالح. هذا أبو بكر يقول لمين؟ يقول لأسماء، وكان الزبير شديدا رضي الله عنه وأرضاه، أسماء ذات النطاقين تشيل الحب وتطحنه نوى التمر وتطعمه وتعلفه الدواب وتقم البيت وكذا، ويقول له اصبر إنه رجل نيش رجل صالح، مش إذا ما جاب لكش خدامة خلعيه، إذا ما جابش خدامة لك خلعيه وأنا أجاوزك سيد سيد. فالشاهد ما لقوا مويه ولا لقوا شيء ولا أي حاجة، وآيس أن يجدوا العقدة ما وجدوا. قال فلما قمنا فإذا العقد
تحت البعير اللي النبي كان نايم جنبه عليه الصلاة والسلام. لو النبي كان يعلم الغيب ايش لازمة هالتعب كله والساعات التي قضوها؟ كان يقول لهم يا جماعة ترى العقدة فين؟ تحت البعير اللي هو نايم جنبه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النبي هنا لم يطلعه الله على هذه الايش؟ المسألة، لتنزل آية التيمم فيقول سيد بن الحضير: والله يا أم المؤمنين بركاتك على إن قال لا تزال بركاتكم يا آل أبي بكر ويا أم المؤمنين، فما نزل بك أمر إلا جعل الله فيه فرجا للمسلمين رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك في الصحيح أيضا لما رأت الجواري يغنين ينشدنا وفينا نبي يعلم ما في غد قال لا والذي نفسي بيده ما أعلم ما يكون في غد قلنا مثلما كنتن تقولون في تقولن في الأول. لا تجيبوا هذا ما أعلم الغيب. ولذلك يقول الله عز وجل لنبيه: ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير. نقول هذا الكلام نؤصل فيه لأنكم تجلسون في مجالس يقال فيها مثل هذا الكلام، فتعرفوا كيف أنكم تردون هذه الشبهات وهذه البدع، وأيضا تعرف الحق من الباطل أيها الكرام الفضلاء. فهذا النوع من أنواع الدعاء إن الإنسان يا رب اكشف للغيب يا رب كذا، هذا كله من أنواع الاعتداء فين؟ في الدعاء. نعم.